يتوجه لتنفيذ الركلة الترجيحية الأولى. هل سيهز الشباك راموس؟ رفضت الشباك أن تهتز طوال 120 دقيقة. راموس يتوجه بمواجهة محمد حمود. راموس بيسجل الهدف الأول لفريق الأنصار بعد 120 دقيقة. راموس بهز الشباك ولكن هالمرة عن طريق ركلة الترجيح يلي لجأ إلى الفريقين بعد التعادل السلبي. كمان لكم هيدي الركلات ترجيحي للمرة الثانية بهالبطولة. فريق العهد عم يلجأ لها لأنه كان بمباراة النصف النهائية أمام فريق النجمة لجأ لها أيضا. حسن معتوق حاليا بمواجهة حسن مغني. حسن معتوق بسجل أيضا الهدف الأول لفريق العهد. 1-1 النتيجة بتصير. 1-1 النتيجة إذا بتصير. راموس سجل وحسن معتوق سجل. 1-1 النتيجة. نتيجة 1-1 تبقى النتيجة. بروح حسين دقيق لتنفيذ الركلة الترجيحية تاني لمصلحة فريقه. هيك إذا تسجلت بتقدم فريق العهد 2-1. دقيق بسدد وبسجل حسين دقيق. حسين دقيق بسجل وتصبح النتيجة 2-1. ركلتين بركلتين والنتيجة 2-1 بركلات الترجيح لمصلحة فريق العهد. نعتذر منكم على عدم تقديم برنامج فيوتشر سبورتس لليوم والسبب هو نقلنا لهذه المباراة الحماسية اللي عم تشوفوها عبر شاشة تلفزيون مستقبل وهي بطولة كأس النخبة اللبنانية. 2-1 لمصلحة فريق العهد. محمد عطوي على تنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة لمصلحة فريق الأنصار. محمد عطوي بسدد الكرة وبسجل بهدوء وبذكاء. النتيجة تصبح 2-2 النتيجة. عليه أن يعيد النتيجة إلى 3-2 عباس عطوي في حال نجح أن يسجل. ستصبح النتيجة 3-2. عم بحكي عن عباس عطوي أونيكا. عباس عطوي أونيكا في حال سجل ستصبح نتيجة 3-2. 3-3 الركلات الترجيحية. هذه الركلة الترجيحية الثالثة لفريق العهد. عباس عطوي أونيكا بسدد وبسجل. بسجل عباس عطوي وبيحصل على بطاقة صفراء لأنه اللي عمله يعني مش مقبول. عم يستفز الجمهور وبالتالي بطاقة صفراء. ثلاثة اثنين هيدي الركلة الرابعة على فريق الأنصار. محمد حمود بمواجهة الحمود اللاعب بسجل بمرمى حارس المرمى. 3-3 وهيدي الكرة الرابعة اللي رايح ليسجلها لينفذها فريق العهد. عباس كنعان رايح لينفذ. يا بتبقى النتيجة 3-3 يا اما تصبح 4-3 لفريق العهد. بذكر انه ربيع عطايا اضاع ركلة ترجيح. عباس كنعان بمواجهة حسن مغنية. عباس كنعان بخلص حسن مغنية الكرة بشكل رائع جدا وتتعادل النتيجة من أول وجديد. 4-4
أربعة الركلات الترجيحية. معتز بالله الجنيدي بيستعد وبحطها خارج أرض الملعب. بحطها خارج أرض الملعب معتز بالله الجنيدي. معتز بالله الجنيدي بحط الكرة خارج أرض الملعب. رايح علي فعور حاليا لينفذ الركلة الأخيرة في حال سجل. مبروك على العهد لقب كأس أندية النخبة. في حال سجل.